ما هي صحف إبراهيم وموسى؟ ختم الله تعالى الكتب السماوية بالقرآن الكريم الذي أنزله على آخر المبعوثين والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم ليتمم الرسالة ويوحد الأمة ويبين لهم ما اختلفوا فيه وينزعهم من طريق التيه والضلال ليضعهم على طريق النور. فلم يدع الله تعالى أمرا إلا وأوجد له حلا في كتابه، ولا مسألة إلا وبينها. فبين الله تعالى الكتب السماوية التي أنزلت على أنبيائه ورسله عليهم السلام. ومن الكتب السماوية صحف إبراهيم وموسى عليهما السلام. وقال الله تعالى عن الصحف في سورة الأعلى: إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. وقد ورد ذكرهما في موضع آخر من القرآن الكريم، وتحديدا في سورة النجم، حيث قال الله تعالى: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى، ألا تزر وازرة وزر أخرى. وفي ذكر ما جاء في صحف سيدنا إبراهيم عليه السلام، قال الله تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. فكان إبراهيم عليه السلام صاحب الملة وإماما للأمة. قال الله تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. وكان موسى عليه السلام صاحب الكتاب والكلام والشريعة، حيث قال الله تعالى: قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس، فاتخذ الله تعالى إبراهيم عليه السلام خليلا واتخذ موسى عليه السلام كليما لله تعالى. فالرابط بين إبراهيم وموسى رسالة توحيد الله تعالى والدعوة لطاعته، فكان منهما البذل والعطاء حبا لخالقهما. الكتب السماوية هي الكتب التي أنزلت من الله تعالى للأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام ليبلغوا رسالة التوحيد وليكونوا مبشرين ومنذرين لأقوامهم الذين ضلوا عن الطريق القويم. فالإيمان بالكتب السماوية يعد ركن من أركان العقيدة الإسلامية، وقد ثبت ذلك في القرآن الكريم والسنة النبوية والإجماع. قال الله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنين، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وروى عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر كله خيره وشره. ولا يكون الإيمان بكتاب واحد وإنكار الكتب الأخرى، بل يجب الإيمان بجميع كتب الله عز وجل على حد سواء ليكتمل إيمان الفرد. فأنزل الله تعالى الصحف على إبراهيم والتوراة على موسى والزبور على داود والإنجيل على عيسى والقرآن الكريم على محمد صلى الله عليه وسلم. فكان القرآن الكريم آخر الكتب السماوية، وكان محمد خاتم النبيين والمرسلين عليهم الصلاة والسلام.